رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. يمثل تراثنا الإماراتي مادة غنية لتعريف جيل اليوم بعادات وتقاليد مجتمعنا الأصيل. هذا التراث اللي لابد أن نحافظ عليه ليصل إلى جميع الأجيال. في هذه الفقرة مشاهدينا بنسلط الضوء على موضوع السنة الإماراتي، بالتحديد موضوع الكرم والضيافة، وبنتعرف عليه أكثر من الباحث في التراث الأستاذ عبد الله خلفان الهامور. صبحك الله بالخير أستاذ عبد الله. النور والسرور وحياكم الله. أستاذي صبحك الله بالخير. النور والسرور. شو أخبارك؟ الحمد لله يسركم الحال، وش حالكم انتم بخير؟ بخير ان شاء الله. الحمد لله بخير. طبعا دائما ما يرتبط مفهوم الكرم خلينا نقول بالاكل والشرب، فما صحة هذا الكلام استاذي؟ في الحقيقة هذه يعني معنى ارتبط في اذهان الناس. نعم. مع انه في الحقيقة انه الكرم غير مرتبط لا بالاكل ولا بالشرب. نعم. لو افترضنا ان الكرم 10 اجزاء. نعم. بيكون الاكل والشرب والمادة الجزء واحد، باقي الأجزاء 9 عندنا. نعم. الشواب الأولين يقولون أنه البشاشة نصف الضيافة. نعم. البشاشة نصف الضيافة. الابتسامة في وجه أخيك صدقة. صدقة. نعم. فإحنا الآن لو قلنا هنا 10 أجزاء، العشر أجزاء هذه راحوا منها 5 مع شو؟ مع الـ 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 مع الأكل والشرب والمادة، هذه صار كم؟ 6. نعم. عندنا الأخلاق، عندنا التوجيب، عندنا التوديع، عندنا الاستقبال، هذا كلها تدخل في الكرم. نعم. هذا أمر. والأمر الثاني أنه الكرم ما مرتبط بعد بالفقير ولا بالغني، الكرم ما مرتبط بهذا ولا. نعم. أبدا. يا ما إحنا الآن في ديرتنا في مناطقنا نسمع أنه بيقولون هذا إنسان فقير، لكن شو ما أكرمه. نعم صحيح. ويا ما ناس أغنياء والناس تقولوا هذا غني، لكن ما حد يشرب من بيته قلاص ماي. نعم. فالغنى والفقر ما له شغل بالكرم، هذه سخاوة نفس. نعم. هذه سخاوة نفس وهي رزق من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله يعني. نعم. ما يرتبط، يعني ممكن يكون إنسان قاعد عند الباب وعنده دلة قهوة وصحن تمر والناس تجي. ما مرتبط بالأكل. نعم. وفي ناس ممكن تعمل الذبايح، يعني ممكن يكون طبع في الإنسان نفسه ممكن. نعم. وهذا الشيء بعده يكتسب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني؟ ما يتوارث، ما يشرط، ما يشترط. ممكن يكون الأب كريم ويطلع له الولاد بخلع على منو عيل، كيف ممكن يكتسبون هذا الشيء؟ سبحان الله، مكتسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. يعني في صفات في المجتمع ممكن الإنسان يكتسبها. الإنسان ما يولد متعلم، ممكن يتعلم، وممكن يتعلم بعد كذلك كيف يصبر. نعم. والكرم بعد كذلك من هذه الصفات اللي الإنسان يعود نفسه عليها. ممكن الإنسان يكون أنا كريم، أنا كريم، ممكن يطلع الأولاد عندي بخلة. نعم. وممكن يكون الأب بخيل ويطلعوا الأولاد كرم. إنزين أستاذ عبد الله، خلنا نأخذ أو نبدأ اليوم بيكون موضوعنا عن الكرم اللي هو استقبال الضيف. نعم. عند استقبال الضيف. نعم. كيف ممكن نحن نستقبل الضيف من الباب؟ نعم. ولما ندخله داخل المنزل. أول شيء أنا ما بوقف عند إذا جايني ضيف. هي. في البداية. هي. عندنا الوالد الله يرحمه هنا كان أول. الله يرحمه. يقول إذا حدق علينا الباب إيانا وإياكم إنه واحد يطلع حاسر الرأس. يعني كاشف الرأس. يقول إذا طلعت وأنت مستعجل تحط غترت على الكتف وتطلع عشان يعرف الضيف اللي برا إنه كنت جيت مستعجل. هذا في البداية. معنى ذلك انك انت تطلع شنو كامل الزينه، هذا من بدايه اول شيء انك انت قاعد تنتظر ضيف جاي انك صحيح. ما تطلع له بملابس النوم. الان للاسف الشديد نلاحظ انه الاولاد او حتى كبار بعد يطلعون يستقبلون الناس بملابس بيجامه النوم. وهذا من الاخطاء الفادحه اللي تصير، واللي اشياء انا ما استطيع انها اقول دخيله، لاني ما اعرف انه في بعد كذلك في دول مثلا انه حد يستقبل ضيوفه مثلا بملابس النوم. نعم. بالعكس، المفروض انك انت تطلع للضيف بكامل زينتك اول شيء. ثاني شيء، ما تستقبله وانت واقف على الباب، تتقدم خطوات برا الباب. نعم. تستقبله من برا، من عند السياره مثلا، او عند السياره، او تكون برا على الاقل في السكه او شيء، تكون طالع من باب الحوش من برا، ما تكون واقف عند باب الحوش وتقعد تفضل تفضل، ما بيصير. لابد انك انت تتقدم اول شيء، تخرج. ثاني شيء، اذا خرجت وعندك الاولاد، الاولاد ما يتقدموا الاب. الأب لازم يكون يتقدم. في البداية هو اللي يتقدم، الأولاد يكونوا خلفه. نعم. ويكونوا بالترتيب بعد. الأولاد لازم تعلم الأولاد أنه الولد الأكبر في الأصغر.
ما يتقدم واحد وراه قبل الكبير بعد كذلك، الأب قدام الولد الأكبر ومن ثم الأصغر ومن ثم الأصغر. نعم. إذا كان الأولاد، ويستحسن إنه يكونوا أولاده معاه في استقبال الضيوف، ما يكونوا بروح وفرد بعد كذلك. نعم. فكذلك الأولاد لابد إنهم بعد كذلك ملابسهم. الآن الأولاد يطلعون يعني تكرموا يعني بفاني الأول وهاف وكذا، وهذا نعم. الأمر يعني غير مستحسن حقيقة يعني. أنا أطلع مع أولادي وكذا، أنا لابس بلبس يعني هندام عدل، وطلعوا أولادي وراي كل واحد بهاف فانيلة، هذا ما يصير. صحيح. لا. لابد أن يكون باكتمال الزينة، يعني هم يقول اكتمال الزينة في استقبال الضيوف. جميل. كيف ممكن يكون دور الأب أو الأم في زرع السنة خلينا نقول حق لأطفالهم؟ لازم يكون لهم دور يعني ملموس. لابد من هذا الشيء. نعم. لذلك الأسرة هي منبت العادات والتقاليد. نعم. إذا كان الأب والأم في البيت ما لهم الدور فالمجتمع ما بيعلم الآن. نعم. والمفروض أن الأم والأب أصلاً هم اللي يعرفون السنة. هذا هو. صحيح. لأن أول إحنا يعني شوابنا إذا البيت ما ربى المجتمع يربي، الغريب يربي، وما حد يعارض هالشيء هذا. الآن المجتمع ما يساعد، ما يساعد على التربية الآن. يعني اذا انا مثلا مسكت ولد في الشارع مثلا عامل مثلا خطا او حاجه معينه وكذا، ومثلا فرضا انا ضربته مثلا، الحين الأبوين ممكن يعصبون حتى ان في مثل هذه الحالات شكوى تصير وتوصل المساله للشرطه، ليش انت ضربت الولد؟ ليش أدب؟ ما بقول ادبته، الاولين يقولوا ادب وسلم العين. نعم. ادب وسلم العين. صحيح. الان لا، الان على طول للشرطه. فاحنا ما نبي نوصل لهالمرحله، لكن نقول ان الاسره هي منبع الأدب الآن والصنع. أدب الولد داخل، أدب وعلمه حتى أنه يطلع في المجتمع يكون هو يعني القدوة، هو الصالح في المجتمع، ومن الأسرة تتوزع هذه العادة وترد. الآن المجالس، العودة للمجالس هي الأساس في العادات والتقاليد وتقييمها. للأسف أستاذ عبد الله الحين العودة للمجالس، لكن الحين نشوف المجالس كلها كل واحد منشغل بالهواتف الذكية بالأشياء، حتى هذه السوالف السنة أستاذ عبد الله ما نشوفها حتى في المجالس، مثلا من ناحية حتى العبارات الترحيبية أستاذ عبد الله. صحيح. يجب هنالك في عبارات ترحيبية يجب أن تقال عند مثلا إكرام الضيف وغيره. لا شك. خلنا نتكلم عن هذه العبارات. لا شك. يعني إحنا الأولي مثلا يرحموا أهلا وسهلا، حياك الله، مرحبا بك، نورت، مرحبا بكم. زين، لما كثرت المسائل الآن زين، وحتى الأموال مثلا يقول لك مرحبا مليون. هي. مرحبا مليون. صحيح. أنا حقيقة يعني ضد التقييد بالمبلغ هذا. يعني حدك أنت مليون بس نرحب فيه. الإطلاق في الترحيب هو زيادة كرم، أنت ما خسران شيء. مثل شو يعني؟ يعني مثلا لما تقول أهلا وسهلا مثلا، حياك الله. زين، مثلا تقول حياك الله مليون، أنت قيدت الآن بالتحية بعدد معين بالمليون. فخلى المسألة. صحيح. مطلقة، الإنسان خليها مطلقة. هذه المسألة ما كانت في السابقين، مرحبا مليون مثلا أو مرحبا ملايين مثلا. ليش؟ لما الآن بدت الأموال تجري في أيدي الناس، بدت الناس تستخدم مثل هذه الأمور. الأولين مثلا بعد كذلك يعني يرحبون مثلا مرحبا مثلا بالطش والرش. نعم. هذه الكلمة هذا يعني عربية فصحى، عربية فصحى. الطش والرش هم كلمتان متلازمتان، زين تعني فيها سقوط المطر أو المطر أو بداية المطر. نعم. فأنت تشب يعني فرحان فيك، فرحك ببداية المطر. فهذه كلها تراحيب. والبشاشة يعني أنت لما تشوف الإنسان وتبش فيها البشاشة، شنو هي؟ طلاقة المحية. طلاقة المحية. فلما والله أنه هو يستانس أكثر ما أنك أنت تذبح له قعود. صح. صح. لكن وش كان أنك أنت تذبح له ذبايح زين ومكشر. صحيح. ومعصب، وكأنك أنت يعني هو يحس أنك أنت قلت يا ليتني ميت أنا، هذا يا ليتني ميت. فالأمر ما هي مرتبط مثل ما قلنا، ما مرتبط بالأكل والشرب، مرتبط بالبشاشة، مرتبط بطلاقة المحية، مرتبط بالترحيب العدل، بالسوالف السنعة. أما الناس ما تيك الحين للأكل والشرب. نعم. الأكل والشرب الآن الحين يقول شواب حتى في الشوارع ينباع. ايه صح. ما يحتاج إن أنا أذبح ولا شيء، لكن أنا لما بي قاصد عاني الشخص هذا من باب التقدير والاحترام. هذا اللي إحنا الحين نحتاجه. صحيح. يمكن استاذ عبد الله شو اللي اختلف بين
خلنا نقول زمان قبل وزمان الحين. قبل ما شاء الله أبانا وأجدادنا دائما يعني عندهم خلنا نقول دائما مرحين مع الناس في السنة وغيره. الحين ما نشوف هذه خلنا نقول السنة على أصولها دائما في البعض طبعا مو بالكل. صحيح. في أيامنا إحنا ما نعمم، إحنا دائما يعني نقتصر في المسائل هذا على التبعيض على البعض نكون في المسائل هذه. أول مثل ما تكلمنا أول كان المجتمع يساعد على التربية، العادات والتقاليد إذا كانت الناس محافظة عليها موجودة أي واحد يخترق العادة أو أي تقليد يحاسب حتى الغريب يحاسب. أول شباب يقولوا إذا وصل الغريب مثلا دار أو منطقة مثلا وشاف اثنين يتضاربوا أولاد صغار يتضاربوا يفتك أول شيء، وإذا عرف الغلطان يضربه ويصير لين أبوه وكلمة ويقول له ترى ولدك كذا كذا وأنا ضربت، هو غريب ما يدري فيقول لي زين ما سويت، وأنا هذا زمان عشت أنا زين ما سويت، يقول لك زين ما سويت زين وسلمت لي العين منه. لكن الحين أنت ما تقدر تقول إنه والله أنا بضرب هذا أنت ولد أخوك، ما تقدر لو هددت بروح الشرطة حد أولادك هذا إذا ما ضربك. فلذلك العودة على العادات والتقاليد ترى هنا يعني مستمدينها من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. يعني ما في أدب الحين إحنا نتواصل مع الآداب مع السنع الإماراتي. أنا يعني مستعد إنه أناقش أي شخص يجيب لي يعني أدب يعني من الآداب الموجودة معنا يخالف الشرع. نعم جميل. ما في آداب عندنا، كلنا مستمدة من تعاليم الدين ويحث عليها الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. فالأخلاق موجودة الحمد لله رب العالمين، بس عملية تطبيقها. نعم. إذا بما أن اليوم حديثنا الكرم أو كرم الضيف أستاذ عبد الله، خلنا نتكلم أول شيء من تغنيم مثلا الضيوف، الفوالة كيف تكون في حال مثلا هنالك وليمة، كيف يكون مثلا حتى طريقة صب القهوة أستاذ عبد الله اختلفت. يعني لما يقول لك مثلا أمسك الدلة في الإيد اليسار وفنيان مثلا في الإيد اليمين وغيره. أول شيء الضيف لما يدخل يعني في البيت ما يدخل رب الأسرة قدامه أول شيء هذا. هي. أنا ترى جايبينه من برا فأقدم إيدي له أقول له تفضل. فيدخل الضيف وأدخل معاه ووجهه للمكان اللي أنا أريده وجهه، وين في صدر المجلس. الضيف ما يجلس على كيفه، أنا أجلسه، أنا صاحب البيت أعرف يعني لازم يجلس في مكان معين، أنا أقدر قيمة الضيف هذا. هي. وأعرف وين أجلسه، هذا أول شيء. فأجلس المكان اللي أنا أشوفه يصلح فيه هو كصدر المجلس مثلا لقيمته لرفعة شانه. إذا جلس الضيف زين هذا هني عندنا إحنا حالات. هي. إذا جلس الضيف أما أخذ علومه قبل لا أصب عليه القهوة أو أخذ علومه بعد ما يشرب القهوة. أول شيء القهوة أو هذا نوع عندنا حالتين نوعين. عندنا نوعين قبائل زين من القبائل هني عندنا ياخذون علوم الضيف قبل لا يشرب القهوه. نعم. من يقعد يعني يقعد ويا الضيف كذا يطلب يطلب, يطلب, يطلب علومه. ماشي علوم ماشي اخبار زين. فالضيف يقول له علوم الخير الا اذا كان شيء من صوبكم او شيء كذا من هالقبيل هذا. نعم. هذا عند بعض القبائل. بعض القبائل لا ما ياخذه يقعد زين ويجيبوا له القهوه ويغنم عليه الشيبه او الولد حق الاولاد الموجودين يغنم القهوه، ومن يشرب الفنيان الاول او الثاني او الثالث شرب مثلا زين خلاص وحده ثلاثه ما يقدر يشرب اكثر من ثلاثه. فهني بعد ما يهز الفنيان عاد راعي البيت يساله ياخذ علومه يتخبره. ولازم يكون اللي يصب القهوه مثلا موجود على جهته باليمين جهه اليمين ولا لا يشترط؟ شوفي صار كتاب زين لي في كتاب آداب صب القهوة 95 أدب. ماشي. آداب المغنم بروح 44 أدب هذا. ماشي. اللي يغنم 44 أدب. آداب الضيف وأنا يالس زين 22 أدب لي أنا ضيف. هذا الكلام الحقيقي يعني ما شاء الله. قاعد يغنم علي قهوة مثلاً وأنا قاعد أنا لي هني وأنا قاعد 22 أدب. هذه الآداب هذا إحنا وين استشفيناها؟ أنا ما مخترع عنها، بالعكس هذه بالمشاهدة بالمجالسة مع الشواب مع كبار السن، لأن الآداب والعادات والتقاليد هذه كلها آداب يعني فعلية عملية
مو هي الآداب القولية، الآداب القولية يمكن تقريبا 10% من أصل هذا الكتاب مثلا اللي 95 أدب، فممكن يعني 10 آداب هي بس اللهم فيها كلام، أما الباقي كله فعل، كله فعل. فالصبيب القهوة أصلا ابتداء من أول شيء لابد أنه يكون شاب يعني على الأقل عمره 14 سنة 15 سنة يستطيع أنه يحمل الدلة ويصب ويغنم، ما يرتجف يصب القهوة على الضيف ويطيح الفناين منصوب وكذا ويرتبش ربشة، لا. لذلك الآباء لابد أنهم يختاروا الشخص المناسب اللي يصب القهوة، ما يجيب ولد صغير كذا واقول له يلا غنم على الريال، او حتى مثلا الاب يعلمهم كلهم مثلا كل عياله يعلمهم على هذا الصنع. هذا الشيء اللي احنا نتمناه، لكن اذا كانوا الاولاد هم اللي قاعدوا في البيت عشان يتعلموا. يعني هذا الاصل، ان انا مثلا اولاد معايا اولاد انا قاعد اعلمهم، اولاد قاعد اعلمهم، لكن هل كل الاباء يعلمون الاولاد بالطريقه هذه؟ هل الاولاد كلهم يقعدوا في المجالس على اساس انه يتعلموا الاداب والسنن هذه؟ هذا هو السؤال. هل المجالس مفتوحه؟ نعم. وين المجالس؟ والله يعني المجالس اصبحت حتى المجالس شبه مغلقه الان. احنا الان اصبحت المجالس في البيوت، شوفي في حكمه يعني من 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 قيادتنا الرشيده في بناء المساكن الشعبيه في السابق ولحد الان، لما يبنوا يشوفوا المجلس يحطوه في الطرف عند باب الحوش اخر شيء. ليش؟ لانه على اساس استقبال الضيوف. نعم. وهذا المجلس كان ضروري يكون في اريحيه ايضا. الان اصبحت المجالس حالها كغرف البيت الداخليه. نعم. وفي بعض الاحيان ما يسوون مجالس، لانه يقول لك مثلا لما اذا ريايل خلاص يكونوا مثلا موجودين في البيت لانه ما في حريم مثلا. لا يوجد يعني حتى الحين استاذ عبد الله ماشي ميالس في المباني الجديده، واحنا وهذا يؤثر حقيقه تاثير على العادات والتقاليد. الاولاد وين بيتعلموا؟ انا ما عندي مجلس في البيت. نعم. وين بيتعلموا اولادي؟ وين بقعد انا؟ وين بعلمهم اذا ما عندي مجلس؟ نعم. اذا البيوت صارت بالطريقه هذه كلها ما فيها مجالس، اي احنا ما منلوم الاولاد بعدين اذا يقول لك هذا ما عارف صنع ابوه ما مربينا، زول بربي انا. صح. صحيح. استاذ عبد الله، كيف احنا مثلا احنا كمجتمع دوله الامارات العربيه المتحده، الاباء او الابناء حتى والاخوان الكبار مثلا، كيف احنا نقدر نحافظ على هذه العادات والتقاليد او السنع بشكل عام؟ اول شيء انا حقيقه يعني اتمنى اعاده والنظر في ايجاد المجالس مره ثانيه. نعم. لابد من هالشيء هذا. حتى مجالس كبار السن. حتى مجالس كبار السن. يعني والتشجيع عليها. هذا الامر لابد منه. اذا ما وجدت المجالس لا ننتظر بعد عادات وتقاليد. نعم. حقيقة يعني بنكون احنا مثل اللي يعني ماني نفسه بس فقط نبقى عادات ونبقى تقاليد. المفروض ان احنا نوجد اول شيء المجالس، ثم بعدين تعال اسألنا يقول لي وين العادات والتقاليد؟ نعم. عندنا مجالس بس وين عاداتنا وتقاليدنا؟ صحيح. هذا الامر، لانه المجالس وين؟ هذا الركن الاساسي. الركن الاساسي. نعم. لذلك الشيخ زايد الله يرحمه شو قال؟ قال اللي فاتت المدارس لا تفوت المجالس. نعم. يعني المجالس مدارس بروحها، هي اساس التعليم، هي الاساس. نعم. تتعلم عاداتنا وتقاليدنا والادب والسنع. وين تعلمنا احنا؟ بالشارع. احنا تعلمنا من المجالس. نعم. من المجالس مخالطه كبار السن. الان اللي يقول والله انا تعلمت الادب والسنع من الشارع، الشارع الان ما يعلم. نعم. وحتى المدارس اصبحت ما تعلم العادات والتقاليد والسنع. الان احنا مستبشرين خير حقيقه بالماده الاخلاقيه اللي يعني وضعوها الان في المنهج. نعم. يعني طول في عمار يعني الشيوخ والشيخ محمد بن زايد. نعم. زي والان بعد كذلك لما ظهر من فكر الشيخ محمد بن راشد. نعم. فهذه الامور تعيد حقيقه هيبه العادات والتقاليد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. واحنا يعني حقيقه يعني سعداء بهذا الامر، يعني انه اعاده العادات والتقاليد للمدارس وتعليمهم الاخلاق. نعم. داخل. نعم. المدارس. جميل. لان الاخلاق اولى من التعليم. هو الاخلاق هو اساس الانسان. نعم. بعد خلينا هذا هذا هو الاخلاق. نعم. في الاخير البحث تراث الاستاذ عبد الله الهامور، كل الشكر على تواجدك اليوم معنا ببرنامج صباح الشرقيه. طبعا الاستاذ عبد الله بيكون ضيف دايم معنا ببرنامج صباح الشرقيه، وكل اثنين ان شاء الله بتكون فقرته تتكلم عن العادات والتقاليد، عن السنع الاماراتي، وكل يوم بنركز على موضوع معين. إن شاء الله. شكرا لك. وانا شاكر لكم هذه الاستضافه. شكرا. جزاكم الله خير. مشاهدينا الحين فاصل قصير، بنواصل فقراتنا، خلكم ويانا.